كابتن حاتم بقى قول لنا، بتهيألي انت اصغر شويه من كابتن محمد صح؟ كابتن محمد بقى لك كام سنه برضو في البلياردو؟ 16 سنه. انتوا برضو بقى لكم كتير يعني، يعتبر برضو ارقام. طب اوكي، يعني خلينا برضو نعرف بدايتك لغايه اللحظه دي كانت بدايتي في النادي الاهلي. طبعا قعدت اتمرن سنتين وبعدين ابتديت رحله احترافي بقى جوه مصر في نادي الشرقيه برضو ايسترن كومباني لحد دلوقتي، وخدت بطوله افريقيا 2015 ورحت لعبت محترفين لمده سنتين. طبعا فرقت معايا جامد اكيد.